انا لازم اعمل فرح، لازم اوزع شربات، لازم اجيب اكبر مطربين البلد علشان يغنوا. طبعا ايوه. انت معزوم، انت معزوم، هتيجي تاكل فته؟ اه فته وجاتون. ايوه جاتون. جاتون ايوه ايوه، عشان تاكلوا زي ما انت عايز. جاتون طبعا. وهغني في الحفل. مين يغني؟ انا. ليه؟ بأمارة ايه تغني؟ انا هجيب اكبر مطربين البلد. انت اكبر مطربين البلد؟ انا اكبر مطربين البلد ايوه. انت بتغني؟ اوه اوه اوه. امال ايه اللي جابك هنا؟ بصراحة المجموع يعني هو اللي جابني الاسم. مجموعة ايه؟ المجموع. ازاي؟ يعني هقول لحضرتك، مجموعي جابني يعني وداني ابقى مطرب اطفال، بس انا رفضت. عملتي ميزان بليه؟ عملتي ايه؟ عملت مزمبريط. ايه اللي انت لابساه ده؟ الزعبوط. بعد الميزامبلي عملت ايه؟ عملنا بقى يا اخويا. ها؟ عاملة لا تنحكى السشوار. عملت ايه؟ قمر يا ناس. يا حلاوتك يا قشطة يا قشطة. انت من يوم ما عرفت المعزة وبقى ذوقك منين. دي اللي شبشالي دي؟ دي رقاصة مشهورة قوي. رقاصة ايه يا راجل؟ يا استاذ، دي نواشف المجفف، اشهر رقاصة في خط الصعيد كله. دي بترقص في خط الصعيد؟ دي رقصها كده. مش ممكن، دي جت عصاية بيشتغل عليها واحد صعيدي. انت معلم اصلا؟ ايوه.